السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا كتير كتير من الفيديو اللي فات للفيديو ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي يا جماعه، نكسر صلاة النبي. بصوا احنا النهارده كده عندنا ايه، كان عندنا ضيوف، وعملت غدا كده، عملت فضل تخركوا كده لحمة، قصدي فراخ وملوخية وفاصوليا ولحمة، وعملت رز، ويعني قمت بالواجب مع الضيوف، حطيت لهم هناك كده جوه. اما احنا قاعدين في الحتة دي كده عشان يعني عندنا المكان ضيق، فانا حطيت لهم هم هناك مكان ما احنا بنقعد، مكان ما بنصور كل مرة ما انتوا بتشوفوا، لكن احنا قاعدين في الحتة دي عشان المكان يعني ايه كده يعني. المهم حطينا كده احنا نتغدى، وانا غرفت لينا اهو احنا بنتغدى احنا كمان، والضيوف بياكلوا برضو هناك في الناحية التانية. و خلاص يعني الفيديو بتاعنا النهاردة حلو وجميل، وبتمنى منكم اهم حاجة تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. بتمنى منكم انكم انتوا برضو تشاهدوا الفيديو. الله يسعدكم يا رب. تعالوا بقى ايه نشوف مع بعض ايه اللي حصل واللي تم. هقول لكم احنا الضيوف دول عندنا قرايبنا، مش ضيوف الصراحه يعني، دول قرايبنا مش ضيوف، بس زي ما انتوا عارفين ام كريم طبعا الضيف يدخل عندها كده بتشيله كده على راسها من فوق، وتبقى عايزه تجيب له الدنيا كلها. يلا واللي عايز الضيف يجي عندي انا ضيف. اي نعم احنا عندنا بيتنا على قدنا وعيشتنا بسيطة، بس والله اللي هيجي عندنا يتشال على الراس ويتعمل معاه احلى واجب. واللي وصلت لغاية هنا كده حطوا اللايك للفيديو، وشوفوا للفيديو لاخره كده عشان المشاهدات تعلى كده، وربنا يكرمنا كده في القناة. هنا انا كده بقول لرنا ايه، يا رنا ما تصورناش كتير عشان انا عندي روتين هحط على الفيديو ده، انا مصوره روتين هحط على الفيديو الغدا ده. الصراحه يعني انا كنت عايزه انزل لكم الروتين وبعدين الغدا، قلت لا انزل لكم الغدا الاول. احنا زي ما احنا كده ايه بنتغدى. الله اكبر الله اعظم، الاذان بيأذن. وكده قعدنا اتغدينا، وانا كان عندي كده حاجات قمت عملتها، وكنت قبل ما نتغدى قصدي انا كنت مصوره فيديو روتين قبل الغدا، يعني كنت عامله روتين كده في البيت، او يعني خفيف كده، روتين كده خفيف ظريف، قلت عشان ما تزهقوش مننا ونبقى ضيوف تقال على قلبكم، فعملت كده حاجات خفيفه عشان ما تزهقوش، الفيديو طويل كده وتزهقوا. ومبدئيا كده ايه حطيت البيت كيونه كده في الحماله زي ما انتم شايفين، وقمت كده نشرت لميت الغسيل، كان عندي كذا حاجه عايزه تتعمل والله، بس هي عمالة تعيط وانا مش عارفه اعمل منها حاجه، وهي قاعده ساكته كده، ما بتقعدش ساكته قصدي، وهي قاعده في الارض يعني تلعب مش قاعده، عايزه حد يشيلها على طول كده. قمت شلتها حطيتها في الحماله كده، وقمت عملت اللي ورايا، نشرت الغسيل طبعا، وكان عندي حاجة تانية عملتها، حاجات كتيرة والله كانت عندي، مرضيش اصورها عشان الفيديو ما بقاش طويل عليكم. وعايزة اقول لكم على حاجة طبعا اللي هي بتعلق لنا تعليقات سلبية، متشكرين على تعليقاتكم، متشكرين على تعليقاتكم السلبية اللي من غير سبب، ان انتوا بتعلقوها لنا من غير سبب وبتقولوا لنا كلام يضايقنا من غير اي سبب، فبقول لكم شكرا. اما الناس اللي بتديني طاقه ايجابيه وتعلق لي بكلام محترم وكلام يجبر الخاطر وما بيكسروش قلبي ولا بيزعلوني، فعايزه اقول لهم انتوا اخواتي وحبايبي وظهري وسندي وعلى راسي من فوق كلكم. كل حد بيتابعني وبيقول لي كلمه كويسه في التعليقات ربنا يجازيه الخير يا رب ويكرمه. انا كنت كده بزعق في رنا اقول لها ناوليني، مش عارفه ادخل اجيب الغسيل، ناوليني الغسيل كده، فمش عايزه تبان في الكاميرا، بتقول لي لا مش هيجي عندك، تعالي انت خديه عشان ما اطلعش في الكاميرا. اما الناس الحلوه دي اللي بتحبنا وبتقول لنا كلام حلو، وبتقول لنا كلام في التعليقات، وتقول لنا استمروا
وتقول لنا ما تردوش على التعليقات السلبية، وانا خلاص اخدت قرار ان مش هرد على اي تعليق سلبي على رأي متابعيني الحلوين اللي بيحبوني واخواتي اللي بيحبوني. قالوا لي ام كريم ما ترديش على حد، وانا مش هرد على حد تاني. يعني عندنا مثل كده بيقول ايه، مش عايزة اقول ايه كده يعني، والقافلة تسير. طبعا انتوا عارفين المثل ده، ايه تعوي والقافلة تسير، يعني في حاجة كده تعوي بتعوي والقافلة تسير. انا مش هرد عليكم غير الرد ده بس. فانا ايه بقى، كل حبايبي طبعا اللي بيقولوا لي كلام حلو بيكبر بخاطر ربنا، يكبر بخاطركم يا رب، والف شكر على كلامكم الجميل، متشكره ليكم جدا جدا، ربنا يديمكم في حياتي نعمه. الصراحه انا يعني من غيركم والله ولا اي حاجه، وانا بقيت بيكم، وربنا ان شاء الله هيكرمني وانتوا معايا برضو، وهنكبر سوا، وانتوا بيكوا انتوا قناتي هتكبر، وبيكوا انتوا قناتي هتنجح، ومعاكوا يعني ان شاء الله هحقق كل احلامي وامانية. بجد انتوا ناس على راسي من فوق، انا بشكركم جدا جدا. يا رب يا رب يديم المحبة والاخوة والمعروف بينا، ما تحرمش منكوا ابدا. دي الناس اللي هي بتكتب لي تعليق حلو، ما بتكتبليش تعليقات سلبية. اما الناس اللي بتكتب لي تعليقات سلبية دي، انا قلت لهم برضو متشكرين على تعليقاتكم اللي هي دايما مش بتحبطني، لا مش عشان تعليقات سلبية تحبطني، لا ما بحبطش والله العظيم ما بحبط، بتقويني. ليه بقى انتوا بتكتبوا لي تعليقات سلبية وانا اصلا يعني اللي بتكتبوه مش ليا ومش فيا؟ طب ليه بقى؟ انا قبل ما بنزل اي حاجة لو الفيديو فيه حرف هيسيء لنفسي ما بنزلوش، لو الفيديو فيه حتة هتسقلي او اتخلي حد يبصلي كده بصة مش كويسة ما بنزلهوش. يبقى انتوا ليه بقى؟ انتوا المفروض تقف معايا وتدعموني. يعني دعمكم ايه اللي انا عاوزاه بقى؟ تشجعوني وتحمسوني زي الناس الحلوة اللي بتقولوا ام كريم احنا بتعجبنا بساطتك، بتعجبنا عيشتك، بتعجبنا حياتك، بيعجبنا بيتك البسيط. مش يعني ناس بتحبطني، لا. والحمد لله على كل حال طبعا، وانا بشكر كل متابعيني من خارج مصر ومن داخل مصر، وكل حبايبي واخواتي من كل الدول العربية. بقول لكم انتوا على راسي وبحبكم والله العظيم، وشكرا ليكم. دي انتوا بتساعدوني مساعدة كبيرة جدا طبعا، بوقفكم جنبي. انتوا لما بتشاهدوا الفيديو انتوا بتساعدوني طبعا، مش بتساعدوني، لا بتساعدوني وبتدعموني بمشاهدتكم للفيديو. وبتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.